صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال لقارئ القرآن في الجنة اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، والسؤال: هل القراءة والارتقاء تكون من حفظ في الجوف أم أن كل من يقرأ القرآن في الدنيا يقال له ذلك؟ كل من يقرأ القرآن، لكن ما هو المقصود قراءة القرآن فقط؟ المقصود العمل به، يقرأه ويعمل به. أما الذي يقرأه ولا يعمل به فإن القرآن يزقه على قفاه إلى جهنم. ما هو المقصود أنه بس يحفظ القرآن ويزين صوته بالقرآن وقال هذا هو اللي يصعد في الجنة؟ لا، هذا لا بد أن يكون معه عمل، فهم معه، فهم للقرآن وعمل به، هذا هو الذي يقال له يوم القيامة هذه الكرامة العظيمة. نعم.